بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا 32 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في ليلة نستكثر فيها من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى رسول الله، نبي الأمة وهاديها وأسوتها وقدوتها، من بعثه الله رحمة للعالمين وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة، من جعله الله عز وجل لهذه الأمة شفيعا وإماما وهدى ورحمة صلى الله عليه وآله وسلم. نستكثر بمثل هذا المجلس في هذه الليلة في هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر الحرام وفي مطلع هذا العام، نستكثر من خير وبركة وصلاة ربنا علينا بقدر ما يصلي أحدنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بعشرة أضعاف ما يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلاة الله ما غيث تهامى على من بالنبوة قد تسامى، صلاة نفحها مسك وطيب وتسليم كأنفاس الخزامى. وقف بنا الحديث أيها الكرام في باب فصول هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في اللباس، وتقدم فيه جملة طيبة مباركة فيما ساقه المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وآخر ما وقفنا عنده ليلة الجمعة الماضية تعدد ما لبسه رسولنا عليه الصلاة والسلام من أنواع الثياب والقماش، لبس القطن والصوف والكتان. وقد تقدم أن القطن والكتان نبات وأن الصوف حيواني، فلبس عليه الصلاة والسلام ما تيسر على الهدي الأعظم الذي تقدم فيما عبر عنه ابن القيم رحمه الله عبارة لطيفة بقوله: كان لا يطلب مفقودا ولا يتكلف موجودا صلى الله عليه وآله وسلم. واستطرد المصنف رحمه الله في بيان خطأ ما يظنه بعض الناس أن لونا من اللباس أو نوعا من القماش هو الهدي الدائم في لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما استدام لبس الصوف دوما ولا القطن دائما ولا اللون الأخضر دائما أو الأسود دائما، بل كان عليه الصلاة والسلام يتنوع لباسه بين هذا تارة وهذا تارة. ولهذا قال رحمه الله تعالى فيما ذكر أبو الشيخ الأصبهاني بسنده عن ابن سيرين: لما دخل عليه الصلت بن راشد وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد بن سيرين وقال: أظن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم عليه السلام، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ثم قال رحمه الله: والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها. أي سنة؟ قال: وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة. ولهذا لبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، لبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء، لبس الخف والنعل، أرخى الذؤاب وتركها تارة وتحنك بها في العمامة تارة، إلى أن وصل رحمه الله تعالى في كلامه إلى ما يقرر به أصلا عظيما في هدي اللباس، وهو التوسط والاعتدال. فلا التقلل بالمرة من اللباس ولبس المزدري من الثياب والحقير وما تأباه الأعين، ولا هو أيضا المبالغة
في الاعتناء باللباس واختيار أنفسه وأغلاه وأثمنه، كل ذلك مما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. نعم، هذه آخر جملة وقفنا عندها ليلة الجمعة الماضية، وهو ذكر أيضا فيما يتعلق باللباس المخدة التي كان ينام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف رأس وضع على فراش وعلى وسادها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما تسمع من البساطة والتقلل وعدم التكلف. كانت المخدة من أدم، من جلد، حشوها ليف. الليف هذا المنزوع من سعف النخل، كان يحشى بها الوسادة فينام عليها، شيء ما يكون طريا يمكن للرأس إذا وضع عليه في المنام أن يجد راحته، فليس قطنا وليس حشوا من ريش نعام ولا غيره من أنواع الطيور، إنما هو سعف النخل أو الليف الذي كان حشوا لمخدته صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. قال رحمه الله مستطردا في تقرير الهدي النبوي المعتدل في اللباس اعتدال بين الإفراط والتفريط، بين المبالغة في العناية باللباس واختيار الأفخر والأعلى والأغلى والأثمن، وبين التفريط في الزهد فيه تماما بحيث يكون ثوبا مزريا بصاحبه لا يبالي بنظافته ولا بهيئته ولا بجودة ملبسه. رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو إمام الزهاد وسيد العابدين كان يلبس الثوب الأبيض الجميل الحسن، كان يلبس الحلة الجميلة، كان عليه الصلاة والسلام يعتني بلباسه فلا يرى إلا أحسن ما يكون في أعين الناس إذا خرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى تقدم في ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي يبين فيه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس خرج إليهم فهو أحسن الناس لباسا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الهدي النبوي كما يقول ابن القيم رحمه الله مخالف لما عليه طائفتان من الناس. الطائفة الأولى يمتنعون عما أباح الله من اللباس والمطاعم والمناكح من باب الزهد ولزوم العبادة، فيترك الزواج زهدا أو انقطاعا للعبادة وتبتلا، ويترك الجيد من اللباس واللذيذ المباح الطيب من الطعام زهدا وتقللا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا سيد الزهاد وإمام العابدين، وتزوج سيد الزهاد وإمام العابدين، أكل اللحم وأكل الإدام وأكل الخبز صلى الله عليه وسلم. سيد الزهاد وإمام العابدين لبس البردة الخضراء والحلة الحمراء والعمامة، ولبس القميص، ولبس أنواعا من الألبسة من الصوف تارة والقطن تارة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا ألين الطعام ولا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، لا يلبسون الخشن ولا يأكلون القليل الزهيد من الطعام من باب التكبر. فإذا أتي أحدهم بطعام فيه قلة أو عدم موافقة لهواه ازدراه واحتقره. يقول: وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد عندكم عبارة بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب. السؤال هو:
متى يكون الثوب ثوب شهرة؟ في الغالب ينصرف الذهن إلى أنه اللباس الفاخر النفيس الغالي الذي يلبسه علية القوم ومشاهير المجتمع والذين ينظر إليهم الناس بإعجاب وتقدير وشيء من حب التعلق بتلك الأضواء والشهرة الزائفة. هذا أحد نوعي الشهرة. يقابله الشهرة المظلمة المنطفئة، وهي شهرة أيضا، شهرة الازدراء والانتقاص، أن تكون في مجتمع متوسط المعيشة ويلبس الناس فيه لباسا معتدلا، فيختار أولئك الثوب الذي يتميزون فيه، ليس جمالا ونفاسة، بالعكس يتميزون فيه عن باقي الناس تقللا وخشوا وبعدا عن النظيف من الثياب وما أباح الله تعالى. يقول سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يكرهون الشهرتين، الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. فلا تكن في ثوبك بحيث تحتقر إذا رآك الناس، ولا تكن في ثوبك متكبرا متجبرا أيضا إذا رآك الناس. يقول: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، ولأن شهرة الازدراء والرديء من الثياب قد لا يبدو لبعض الناس شهرة، استقر عند المصنف رحمه الله وقرر هذا المعنى فيما يأتي أيضا من النصوص الدالة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من جر ثوبه خيلاء يخسف به يوم القيامة فهو يتجلجل فيها في النار إلى يوم القيامة والعياذ بالله. قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار عياذا بالله. وقد يقول قائل: أكل هذا من أجل لباس؟ نعم، فالإسلام يا كرام إسلام دين فيه عناية بالظاهر والباطن. الإسلام دين يعتني بالبدن وبالروح معا، الإسلام دين يعتني بدنياك وأخراك، الإسلام يحرص على كل ما يرقى بالمسلم في طعامه وشرابه ولباسه، كما يعتني في عقيدته وعبادته ومعاملته لخلق الله عز وجل. فإسلامنا دين عظيم فيه من الشمول، فيه من الكمال، فيه من العظمة، ما يجعل أهل الإسلام أكثر البشرية اعتزازا بدينهم، وحق لنا، لأن الله هو الذي قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا من كمال ديننا يا كرام. فمن لم يبال بثوبه ومظهره وهيئته ولباسه وطعامه ومعيشته ترك شيئا من دينه الذي وصفه الله بالكمال. ولأننا أمة عظيمة فشريعتنا اعتنت بتلك الجوانب كلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. الإسلام يأبى أن نكون متكبرين ولو في لبس النعال أكرمك الله، يأبى الإسلام علينا التكبر ولو في قطعة قماش نضعها فوق الأجساد أو على الرؤوس. التكبر ليس من شيم الإسلام ولا أخلاقه، وجاء فيه الوعيد الشديد. ثياب الشهرة أصحابها إنما يبحثون عن المجد الزائف والأضواء الخاطفة، أن يعرفوا بين الناس إذا مشوا، أن تلتفت إليهم الأبصار، أن يوقفهم الناس في الطرقات، أن يفرحوا بالتعرف إليهم والجلوس معهم. كل ذلك ليس من رصيد المسلم في حسناته شيء ينفعه، فليقبل على ما يرضي به ربه ويجد به نفعا في دنياه أو أخراه. ولهذا جاء الوعيد. ثم فوق ذلك، فاللباس أيضا ليس مجرد قطعة قماش توضع فوق الأجساد، بل اللباس هوية للابسه،
وانطباع لشخصيته، وتعبير أيضا عما يحمل في داخله من القيم. ولهذا يأبى الإسلام أن يلبس أبناؤه لباسا لا ينتمي إلى عقيدتهم، إلى أخلاقهم، إلى هويتهم، ويستقل المسلم اعتزازا بذلك كله. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الألبسة التي يتكبر بها أصحابها ويظهرون فيها أمام الناس إظهارا للغنى أو الثراء، أو إظهارا بالقدرة على شراء الغالي من الثياب والملابس والمراكب، كل ذلك مذموم يا كرام. واليوم بلي بعض الناس بالثياب الفاخرة والمتميزة والشركات العالمية الكبرى والماركات المشهورة، ويحرص إذا لبس شيئا أو اقتنى شيئا أن يعرف الناس أن الثوب الذي لبسه من شركة كذا وجيء به من بلد كذا، لأنه يعرف أن قيمة هذا لا يقل عن كذا وكذا. مهلا، ما الذي ستجنيه من ذلك كله إذا عرف الناس أن ثوبك يساوي الألوف، وأن عمامتك بأضعاف ذلك، وأن ساعتك بعشرات الألوف، وأن قلمك ونظارتك وعطرك وطيبك كل ذلك بأغلى الأثمان؟ ما الذي ستجده أنت؟ هذا النوع يغلق الإسلام فيه على أهله أبواب الدخول فيها، لأنها هلاك في أولها وفي آخرها، تكبر وبطر على الناس وشيء من العجب والغرور، ثم نهاية ذلك احتقار للخلق وتعلق بالدنيا وتشريب للقلوب بهذه المظاهر الزائفة. ثم هو لا يسوى عند الله جناح بعوضة، لا يقيم لله ركعة، لا يشهد الصلاة، لا يؤدي حق الله عز وجل. أي عبد هذا؟ إن وجد المال والثراء والنعمة ولبس وأكل وشرب ثم لا يعرف حق المنعم سبحانه وتعالى، فأي عبد هذا؟ أين هذا من أولئك الذين جاءتهم الطيبات وفتحت لهم الدنيا فأخذوا منها بالحلال وتقلبوا في أكناف النعيم حامدين شاكرين لله مؤدين حق الله؟ نعم العبد، عبد آتاه الله المال فتنعم به في الحلال ووسع به على نفسه وأدى فيه حق الله وشكر فيه ربه المنعم سبحانه وتعالى. وبئس العبد، عبد يؤتى المال فيتكبر به ويبطش به ويتجبر على العباد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيشعر في مرحلة من المراحل وقد نفخ فيه الشيطان حبه للدنيا وتعلقه بها بأنه مستغن عن كل من حوله، وأن الناس إنما يأتون إليه ويتزلفون إليه رغبة وطمعا فيما بين يديه، وهكذا يعيش أنفة ورفعة أنف وشموخ رأس وتكبرا وارتفاعا أجوف فارغ. هذه البلايا في الأخلاق وفي القيم يعالجها الإسلام منذ الابتداء، ولو كانت بمظهر لباس. لا تتكبر ولا تتجبر واترك ثوب الشهرة، لأنها ذات عقاب وخيم في الآخرة أجارنا وأجاركم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهذا من أشد العقوبات في الدار الآخرة يا أهل الإسلام، فسألوا الله العافية. أي عقوبة؟ ألا ينظر الله إلى العبد يوم القيامة. هذا والله من أشد العقوبات في الآخرة، اليوم الآخر الذي ينتظر فيه العبد القطرة من الرحمة ومثقال الذرة من الحسنة. تدري ما معنى أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ نظر الرحمن سبحانه، الذي أنت إذا ظفرت به هنيئا لك أن نظر إليك الرحمن جل وعلا، وأعلى منه أن تكون قريبا منه، وأعلى منه أن تستظل بظل عرشه في ذلك اليوم العظيم. فهذا من أنكى العقوبات وأقساها وأصعبها على النفوس، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه. يا حبيبي، أنت في الدنيا إذا غضبت أمك عليك أو أبوك عياذا بالله فهجرك وما تكلم معك، بالله كم يتقطع القلب حسرة وألما ويبكي ندما أن أمه وهي أرحم الخلق به لا تكلمه، فيأتي إليها فلا تلتفت إليه ولا تنظر إليه وهي أمه. والله عز وجل أرحم بك من أمك التي ولدتك،
فإذا حرم العبد نظرة الله بالله أي قسوة أعظم يلقاها في ذلك اليوم العظيم؟ ثم ماذا؟ من أجل ماذا يحصل هذا العقاب الوخيم؟ قال: من جر ثوبه خيلاء. فقط يا ناس، والله هذا من أعجب الأشياء، من أجل شبر من قماش يسبل به المرء ثوبه يبلغ تلك العقوبات القاسية، من أجل شبر قماش تنازل عنه في الدنيا، اتركه لله. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي السنن أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عن ابن عمر أيضا أنه قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. ما قال في الإزار فهو في القميص. ماذا قال في الإزار؟ قال: من جر ثوبه خيلاء. قال: من جر إزاره. ما قاله في الإزار فهو في القميص. وأنتم تعرفون أن الإزار هو الذي يغطى به نصف الجسد الأسفل، الذي يلبسه الناس في الإحرام في الحج والعمرة، هذا هو الإزار. والقميص ما يلبس في نصف الجسد الأعلى، القميص أو الرداء أو الثوب أو الحلة التي تكون من قميص وإزار أو من رداء وإزار. يقول: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني ما يدخله هناك العقاب بسبب جره خيلاء ولبسه مفاخرة وما جاء من الوعيد فيه فهو في القميص أيضا. ولهذا أورد عندكم حديث السنن، قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، حتى لا يظن أحد أن النص متعلق بالإزار فقط، فإن لبست إزارا أو قميصا أو لبست بنطالا أو غيرها من الألبسة كلها يجري فيها حكم الإسبال والخيلاء والوعيد الذي جاء فيه. قال: من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن أصله في الصحيحين من غير هذه الزيادة، فهذا يدل على أن اللباس مهما كان نوعه فالقاعدة الشرعية فيه واحدة: لبسه باعتدال وشكر لله عز وجل من غير تكبر ولا تجبر أو خيلاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء. هل يكون دنيء الثياب شهرة وخيلاء؟ نعم، يعني كما أن التنعم في الملابس وشراء الفاخر والغالي والنفيس باب من أبواب الرياء والشهرة وحب مدح الناس، فكذلك التقلل ولبس الدنيء من الثياب والحقير من الملابس أيضا ربما كان باب مفخرة وشهرة ورياء أيضا. وهذا ينبه إليه المصنف أنه ربما كان التقلل والزهد مفخرة وخيلاء ورياء عند بعض الناس، وهذا من عجيب مداخل الشيطان في حياة العباد. متى يكون الرياء والمراءة والمفاخرة؟ غالبا من باب العظمة والأبهة والتكاثر في الأموال والأولاد والزينة والمتاع والأثاث وكذا وكذا، لكن ربما كان الزهد وهو زهد تقلل من الدنيا ربما كان هو في عمق الاستكثار منها. كيف يأتي بالتقلل؟ ليقال عنه زاهد، ليقال عنه ما شاء الله إنسان منصرف عن الدنيا، ليقال انظر إليه لا يبالي بالدنيا، يحب أن يسمع هذا. فأتاه الشيطان كما يقال من الباب الخلفي، لما ترك الدنيا وراءه جاءه من ورائه، فأصبح يحب هذا ويتعمد أن لا يلبس إلا دنيئا ولا يظهر إلا بمظهر رث يبدو عليه الزهد، حتى يقال عنه زاهد ويقال عنه عابد ويقال عنه لا يبالي بالدنيا ويقال ويقال. إذن طالما التفت إلى ما يقال ويقال فقد وقع في الرياء والسمعة، وإن كان من أقل الناس مالا ولباسا وطعاما وشرابا. فلبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويمدح ويحمد في موضع. قال: فيذم إذا كان شهرة وخيلاء. نعم، قال: فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة.
فالمرد إذن إلى ماذا؟ إلى النية. وما يقوم بقلب صاحبه إن لبس الثوب الزهيد الرخيص، الثوب الخفيف القليل في الثمن والتكلفة، إن لبسه تواضعا واستكانة فهو محمود، وإن لبسه شهرة وخيلاء ورياء فهو مذموم. طيب، وسنقول كذلك في الثياب الفاخرة، قد تكون شهرة وخيلاء ورياء فتكون مذمومة، وقد تكون إظهارا للتجمل وتحدثا بنعمة الله في غير تكبر ولا تجبر فيكون أيضا محمودا. نعم. قال: كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن لا علاقة بثوبك ومظهرك وهيئتك في التكبر والتجبر إلا إذا ارتبط بقصدك لذلك، ثم انعكس على هذا فعالك وأقوالك ومواقفك في الحياة. بطر الحق رده والتكبر عليه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. لكن ما عدا ذلك البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك اثنتان كما يقول بعض السلف إسراف ومخيلة. ما عدا هذا فإن الأصل العظيم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح الذي أخرج الإمام النسائي: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا الهدي النبوي. فإن وسع الله لك في الحياة في المال فتوسع في الطعام والشراب. قال: وتصدقوا، كلوا وتصدقوا والبسوا، فاستمتع وأمتع وخذ وأعطي. قال: في غير إسراف ولا مخيلة. المخيلة التكبر وحب المظهرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما صح عنه في مصنف ابن أبي شيبة: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان إسراف ومخيلة. لا تبلغ حد التبذير والإسراف ولا التكبر. يقول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى في المبسوط: والمراد ألا يلبس نهاية ما يكون من الحسن والجودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصابع، يعني بحيث إذا مشى أمام الناس لفت الأنظار، بحيث يختار أغلى أنواع الألبسة وأفخرها. قال رحمه الله: أو يلبس نهاية ما يكون من الثياب، يعني في الدناءة والازدراء، على وجه يشار إليه بالأصابع، بأن يقال: ما بال هذا؟ ليش يلبس كذا؟ هذا ما أحد وجد ما يعطيه لباسه؟ ألا يتصدق عليه أحد؟ وهو بخير ونعمة. فإذا لا يلبس ما يشار إليه بالأصابع في الجمال والتباهي والتكاثر، ولا العكس، فلا يبلغ به حد الانتهاء في الكمال ولا حد الانتهاء في النقص. قال رحمه الله: أو يلبس نهاية ما يكون من الثياب الخلق على وجه يشار إليه بالأصابع، فإن أحدهما يرجع إلى الإسراف والآخر يرجع إلى التقتير. قال رحمه الله: وخير الأمور أوسطها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكذلك كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. تم لنا فصل اللباس أو فصول اللباس، وهذا فصل الطعام. ماذا كان يأكل حبيبنا ونبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام؟ لو سأل سائل فقال: أحب أن أفعل مثل ما فعل حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجئت أبحث عن هديه في الطعام، فأي طعام كان يأكل؟ أي الطعام كان أحب إليه؟ ما الذي كان يعجبه والذي لا يعجبه؟ هذا فصل
فيه تعداد أنواع الأطعمة التي أكلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، مضمنة عددا أيضا من الضوابط الشرعية والأصول العظام في شريعة الإسلام وهدي نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في باب الطعام. قال: وكذلك كان هديه في الطعام. ما معنى كذلك؟ يعني كالذي تقدم في اللباس. ما القاعدة؟ لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. الموجود المتيسر تناوله، والمفقود غير الموجود ما يقول اصنعوا لي كذا، أعطوني كذا، أطلبوا لي كذا، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلى الله عليه وسلم. وصدقا يا كرام، من بنى حياته على هذا الأصل في الطعام واللباس وسائر أمور الحياة ارتاح جدا في عيشته، والله سيعيش مستريحا، سيستريح ويريح، يريح أهله وزوجه ومن حوله، وإذا كان في سفر يريح رفقته وأصحابه ومن في رفقته، ثم هو يوطن نفسه على أن ترضى وتقبل بالمتيسر، وهو في كل حال حامد شاكر لربه المنعم سبحانه وتعالى. وربما كان غنيا موسرا توسعت له أبواب الحياة، لكنه في سفر ففقد نفقته أو ضاع ماله، أو كان في موقف ما وجد شيئا، علق في مطار أو في طائرة أو في رحلة ثم ما وجد شيئا، وحان وقت الطعام أو مضت عليه ليلة واثنتان فضاقت به الدنيا. إذا كان قد وطن نفسه على أن يرضى باليسير مرت عليه تلك الصعوبة والمحنة بأيسر ما تكون، وإذا كان لا، ما يعرف إلا ينام على كذا ويلبس كذا ويأكل كذا، ستصعب عليه الحياة في بعض المواضع وستكون أشق شيء عليه. فالذي يوطن نفسه على اليسير وما تيسر أخذه وما غاب عنه لم يفقده ولا يتكلف السؤال عنه. قال: وكذلك كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام، فاسمعوا كيف عاش نبيكم أيها الكرام صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر. ما يقرب إليه من الطيبات يأكله: خضروات، لحم، دجاج، إدام، خبز، خبز شعير، خبز من بر، ما قرب إليه من الطيبات أكله عليه الصلاة والسلام، إلا أن تعافه نفسه. تعافه نفسه يعني لا تشتهيه نفسه ولا يستطيب مذاق هذا النوع من الطعام، فإذا عافته نفسه وما استطاع أن يأكله تركه من غير تحريم ولا ذم أو عيب، خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم. إن جاء الطعام الذي يحبه أكل، وإن قابل طعاما لا يحبه أو طعام لأقوام في بلدان ما، طعام حلال لكن هو لا يعجبه فتراه يعيب، يقول إيش هذا، كيف يأكلون كذا، ويعيب الطعام، كيف يضعون اللبن على كذا، كيف يخلطون هذا بالعسل، كيف يوضع الزيت على كذا. يا أخي، هو حلال، إن لم يعجبك اتركه، لم يجبرك أحد على الأكل، لكن عيب الطعام عيب، عيب الطعام عيب. الطعام الحلال المباح عيبه عيب في خلق صاحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قرب الضب بين يديه عليه الصلاة والسلام فما أكل، ما أكل، والسبب لم يكن بأرض قومه، ما كانت تعرفه قريش في الحجاز ولا يأكلونه فتركه، ومع ذلك أكل بين يديه وجره خالد بن الوليد رضي الله عنه فأكل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، ولو كان حراما لذمه أو قال حرام أو قال اتركوه، لكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام. فاستقر عند الصحابة هذا الأصل العظيم، أن الطعام نعمة وحقها الاحترام، فإن أكلت فاشكر الله وإن تركت فاحمد الله، لكن عيب الطعام وذمه والتكلم فيه كل ذلك ليس من خلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر. هذه جملة من قائمة طعام ومأكولات نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ما فيها من التنوع، ترى ما فيها من التعدد. اللحم، أكل لحم الإبل والغنم والدجاج، أما البقر فلم يكن يعرف أيضا في أرض الحجاز عند العرب، لكنه ذكره عليه الصلاة والسلام في الزكاة، ذكره في الطعام، ذكره في سائر الأحكام كالهدي والأضاحي أنها تجزي. أكل لحم الحبارة الطائر المعروف، أكل لحم حمار الوحش، والمقصود به الحمار غير الأهلي، ليست الحمر الأهلية، حمار الوحش الذي لا يعيش بين الناس، النافر، سواء كان المخطط بالأسود أو الأبيض أو غيره من الألوان، المهم أن لا يكون حمارا أهليا، فإن الحمر الأهلية حرام أكلها في الإسلام. أكل الأرنب، أكل طعام البحر، السمك والحوت وما جيء به من طعام البحر، لأن الله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أكل الشواء وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، اللحم المشوي، وكان أحب الشاة إليه الذراع، وهي التي وضعت اليهودية فيها السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل الرطب والتمر، الرطب أول ما يخرج على النخل رطب، والتمر إذا جف ويبس يسمى تمرا من سائر أنواعه. أيضا قال: أكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، كان يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، طعاما كان أو شرابا، والعسل حلو والحلوى حلوة أيضا. إذن هنا شيئان: أكل الحلوى والعسل وأحب الحلوى والعسل، فأنت لك أن تأكلها وإن لم تحبها، ولك أن تحبها وإن لم تأكلها. كالمريض بالسكر مثلا يحتمي من أكل الحلوى وبعض أنواع العسل، حسبك أن تحب شيئا أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نوطن قلوبنا حتى في الطعام، من فينا ذاك الذي إذا وضعت مائدته مد يده إلى العسل فأكل؟ ليس فقط لأنه يحب العسل، لا بأس كل ما تحب، لكن أن يستصحب أنني آكل شيئا من الطعام أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه. هكذا فعل أنس رضي الله عنه، حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما، وسيأتينا بعد قليل، فيه دباء، فلما رآه يتتبع الدباء من حول الصحفة جعل يقربه إليه، قال أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ، حبا لما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا السنة؟ وإذا فعلته كنت مأجورا ولك ثواب؟ إذا أكلت عسل وحلوى أو أكلت لحم جزور وضأن، أكلت أرنب وحبارة، تقول هذه سنة، تقول لزوجتك: اطبخوا لنا الليلة أرنب وغدا لحم حبارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكلها، فهذا من السنن، وتأكل تريد زيادة حسنات وأجر وثواب. هذه عادات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسنن العادات ليست كسنن العبادات، يعني لا يترتب على فعلها ثواب كسنن العبادات، ولكن فيها شيء أعظم. ما هو؟ توطين القلوب على مرتبة أكمل وأعظم لحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما نحب الشيء الذي كان يحبه ولو كان طعاما ولو كان لباسا. هذه المرتبة التي بلغها الصحابة، لما قال جابر رضي الله عنه: أخذ بيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل بيته فسأل: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا، إلا الخل يا رسول الله. قال: هاتوا فنعم الإدام الخل. يقول جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف عابر وحصل مرة واحدة في حياته. تلك القلوب التي امتلأت حبا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربت أصحابها على أن أي باب، أي خطوة، أي موضع فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أثر، وفيه شيء من الدلالة على ارتباطه بحياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد القلوب متجهة إلى تلك المواضع والأبواب وتلك الخطى على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع التمر. شرب اللبن خالصا ومشوبا، مشوبا يعني مخلوطا بالماء، وما زالت الناس إلى اليوم إما لشدة حموضة اللبن أو الحليب فيمزجونه بالماء، أو لرغبة تكثيره أو للتخفف من أثر الحليب أو اللبن على المعدة فيخفف بالماء. شربه خالصا ومشوبا صلى الله عليه وسلم. أيضا شرب السويق، ما يصنع من دقيق الحبوب سواء كان دقيق الدخن أو دقيق الحنطة أو دقيق الشعير، وشرب العسل مخلوطا بالماء، وما زالت الناس تفعل هذا إلى اليوم، إما تطببا وإما وقاية، يعني يشرب على الريق العسل ممزوجا بالماء، ملعقة عسل في كوب ماء، أو يشربه مثلا شرابا ساخنا أو باردا. شرب أيضا نقيع التمر، التمر الذي ينقع في الماء، وسبب ذلك أن غالب مياه الآبار آنذاك كانت مالحة، فإذا أرادوا تخفيف ملوحتها نقعوا فيها شيئا من الفواكه أو المطعومات الحلوة، وأشهرها التمر، فينقعون التمر في الماء وينبذونه فيه فيذوب من التمر ما تخفف حلاوته ملوحة الماء. شرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا النقيع للتمر، وربما يسمى نبيذا، نبيذ التمر، فإذا زادت مدته عن 3 أيام تركه عليه الصلاة والسلام خشية أن يبلغ شيئا يؤثر في الخمر بتأثير الخمر إسكارا أو إضرارا بالعقل، فيشربه نقيع التمر أو نقيع الماء بالتمر صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق. الخزيرة، يقول الجوهري، يؤخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن في هذا الطعام لحم فهو عصيدة. وربما قال بعضهم الخزيرة هي حساء على هيئة العصيدة لكنها أرق منها، يعني أخف قواما من العصيدة. حساء يتخذ من اللبن والدقيق، فالدقيق سواء كان دقيق حنطة أو دخن أو قمح ونحوه يتخذ منه فيحمس ويوضع عليه اللبن أو يوضع عليه اللحم، وقيل مرق يصفى من بلل النخالة ثم يطبخ فيسمى الخزيرة، وقد كان أيضا من طعامه صلى الله عليه وسلم. قال: وأكل القثاء بالرطب. القثاء معروف من فصيلة الخيار ومن جنسه، وهو نوع من أنواع الخيار أفتح منه لونا، ما يزال يسمى إلى اليوم القثاء. أكل القثاء بالرطب، الرطب معروف يعني يأكل الرطب ويأكل معه القثاء. هذا الحديث الذي أشار إليه من حديث عبد الله بن جعفر في صحيح البخاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. والحديث أيضا عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. هناك القثاء بالرطب وهنا البطيخ بالرطب، ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. الرطب حار والبطيخ بارد والقثاء كذلك بارد، وهذا عند علماء الأعشاب والأغذية والطبيعة يصفون الأغذية ببعض خصائصها، وهذا من الاعتدال فيما يوافق البدن والمزاج السليم، فيكون فيه تمام الصحة والعافية للأبدان. فالقثاء بارد الرطب والرطب حار يابس، فاجتماعهما اعتدال فيما يدخل الجوف ويعتدل به قوام البدن وصحته وعافيته، فكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين بعض أنواع الأطعمة كما في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل الأقط. الأقط اللبن المجفف الذي يملح، ويسميه بعض العامة المضير، ولا يزال يستعمل عند عامة البلدان التي تربي فيها الماشية ويحلب فيها الحليب، فمما يتخذ من ألبانها الأقط الذي ثبت في السنة أكل النبي عليه الصلاة والسلام له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز والخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب. هذا كله من تنوع طعام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ترون طعام نباتي وطعام حيواني،
ولا يتكلف في الطعام، يأكل المتيسر مع اختلاف أنواع هذه الأطعمة. أكل الخزيرة كما تقدم، أكل الأقط، أكل التمر بالخبز، يجعل الخبز فيأكل معه تمرة، وهو أيضا من أنفع الأنواع اعتدالا، خصوصا لمن يفطر عليه إن كان صائما أو يستقل أو يقتصر عليه في الطعام إذا أراد التقلل. أكل الخبز والخل، هذا حديث جابر رضي الله عنه الذي أشرت إليه قبل قليل، يقول كما في صحيح مسلم: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي، قال: فقمت إليه فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل، ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها، قال: هل من غداء؟ قالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة، أقرصة خبز، فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي، يعني على مثل المائدة التي تكون من الخوص ومن سعف النخل حتى لا يوضع على الأرض فيصيبه التراب والحجارة، فوضعنا على نبي وقيل على بتي ونحوه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي جابر، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي جابر، يعني قرص ونصف له عليه الصلاة والسلام وقرص ونصف لجابر رضي الله عنه. ثم قال: هل من أدم؟ سأل أهل بيتي: هل يوجد إداء؟ بإيش سيأكل الخبز؟ ما في شيء. قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوا. فنعم الأدم هو، يخبز يغمس الخبز في الخل ويأكل خل، خل من أجل إذهاب جفاف اليبس وتطريته ولو بالخل، فأكله عليه الصلاة والسلام وقال: نعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأكل الخبز أيضا بالإهالة. ما الإهالة؟ قال: هي الودك. ما الودك؟ قال: الشحم المذاب، شحم لية الخروف أو لية البعير، فإذا أذيب الشحم خرج منه دهن يسمى الودك. أما الإهالة فإذا جمعت وأصبحت في قارورة عند أهل البيت يطبخون بها ويأكلون بها. أكل الخبز بالإهالة، يغمسها في هذا الشحم المذاب في السمن ويكتفي به أكلا. إذن هو فقط لترطيب جفاف الخبز ويوبسته، خصوصا إذا كان خبز شعير كما كان في غالب خبزه عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس عند البخاري يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنسا مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. تعرف ما السنخة؟ التي تغيرت رائحتها وطعمها، يعني بدا عليها أثر التغير من طول المدة، ليست جديدة، ومع ذلك كان يغمس فيها الخبز فيأكل. والرواية لحديث أنس عند أحمد أنه دعي عند يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم وأكل من ذلك الطعام. حفظ الصحابة هذا الموقف ورووه لنا. تدري ليش؟ عشان إذا استيقظت يوم في البيت وما وجدت إلا بقايا خبز من البارحة لا تتكبر عليه، لا ترفضه وتأباه. إذا ما وجدت في غداء اليوم إلا بقايا من إدام الأمس سخنته لك الزوجة لا تقل: أين طعام اليوم؟ إذا وجدت شيئا من بقايا طعام من طعامك أنت لا من طعام غيرك، بقي في بيتك يوم ويومان، محفوظ في الثلاجة ثم يخرج ويسخن وتجده أطيب ما يكون. ما بال بعض الناس لا يقبل بهذا بتاتا ويرفضه. نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، الأشرف مني ومنك والأرفع قدرا مني ومنك، كان يأكل الخبز بالإهالة السنخة. لحظة، ليس معنى هذا أن أذهب إلى رديء الطعام وسيئه وفاسده فآكله ثم أقول: أكل النبي عليه الصلاة والسلام خبز شعير وإهالة سنخة. لا، هو لم يستدم هذا، لكنه ثبت أنه فعل. فإذا ثبت ولو مرة أعطانا درسا عظيما. كما قلت قبل قليل أن الطعام نعمة، فإذا وجدت خبزا وإهالة سنخة واستقذرت طعمها في فمك، أو خبزا نصف يابس
فشق عليك مضغه أو طعاما بائتا أو بقايا من إدام ليس فيه إلا قليل من مرق وقليل من خضار ولا شيء عليه من اللحم والدجاج ورأيته غير مشبع فاعلم أنه يوجد من البشر من لا يجد شيئا يضعه في فمه ويغجس على ذلك حتى يصاب بالجفاف والمجاعة وربما مات بعضهم. أين أنت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل ما تيسر وما وجد أخذه فإن لم يجد اكتفى بالقليل صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل من الكبد المشوية وأكل القديد. نعم، حتى الكبد ربما يشوى فأكل منه عليه الصلاة والسلام. أكل القديد، يقول جابر كما عند أحمد بن حبان: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القديد بالمدينة من قديد الأضحى. ما القديد؟ اللحم المقدد الذي يقطع طوالا ويجفف. وما زال الناس على مختلف شعوب الأرض يجعلون هذا من أوجه حفظ اللحم. صحيح أن هذا كان قبل البرادات والثلاجات ووسائل حفظ الطعام، وكان أحد أو إحدى وسائل حفظ اللحم حتى لا يفسد تجفيفه للانتفاع به مددا أطول. لكن اليوم مع وجود الثلاجات والبرادات ووسائل حفظ الأطعمة المطورة، هو نوع من الطعام يأكله الناس، فاللحم يؤكل طريا ويؤكل مجففا. واللحم أو القديد هو اللحم الذي يقدد ويقطع طوالا ثم يجفف ويملح، وتختلف الشعوب في طريقة صنعه ثم طبخه وأكله. أكل منه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من مظاهر التواضع في الطعام والاكتفاء بما تيسر منه. نعم. وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها وأكل المسلوقة. أما الدباء فهو حديث أنس رضي الله عنه الذي أشرت إليه في صدر المجلس، أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. مرق فيه قطع دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، يعني يلتقطها. السؤال: كيف يتتبع الدباء والمرء مأمور في أداب الطعام أن يأكل مما يليه؟ تتبع الدباء يعني يأخذها من الطرف هذا ومن الطرف ذاك ومن هنا وهناك. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ فكيف كان يأكل من حول الصحفة؟ نعم، كان يأكل وحده عليه الصلاة والسلام وليس معه أحد. طيب لو قلت لكن أنسا كان معه، أنس خادمه رضي الله عنه، فهو في حكم الآكل وحده. وأنت إذا أكلت وحدك وجعلت الطبق أمامك افعل ما شئت، لأنك لأجل أن تأكل مما يليك، هو من أدب الطعام مع الآخرين. المهم، يقول أنس رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، القرع النبات المعروف، من حول الصحفة. قال: فجعل يقربها إليه أنس، يلتقطها ويجعلها أمامه، ثم يقول: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. كانوا يوطنون أنفسهم على حب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه. أكل الثريد بالسمن، الثريد الخبز الذي يقطع ثم يوضع عليه اللحم والمرق، وهذا من أجمل أنواع الطعام عند العرب، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فمن أفخر أنواع طعام العرب الثريد، الخبز الذي يفتت ثم يكون في مرق ومعه قطع لحم. أكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت كما تقدم في حديث جابر مع الخل، أكله أيضا بالزيت. أكل البطيخ بالرطب كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، في مقابل حديث عبد الله بن جعفر أكل القثاء بالرطب عند البخاري. قال: وأكل التمر بالزبد وكان يحبه.
في حديث ابني بسر السلميين، وابنا بسر هما عطية وعبد الله رضي الله عنهما، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبدة والتمر. هذا لفظ أبي داود. ولفظ ابن ماجه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صبا، يعني جهزناها وهيأناها له فوضعناها فجلس، فأنزل الله عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد. ما الزبد؟ الزبدة المستخرجة من اللبن. أكل التمر بالزبد عليه الصلاة والسلام وكان يحبه، كما في حديث ابني بسر السلميين رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، فلا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع. ما علاقة الجوع بربط الحجر على البطن؟ نعم، ضغط أو ربط الحجر على البطن يضغط المعدة فيخفف من ألم الجوع، وهذا ثبت في بعض الأحاديث وإن كان في سنده ضعف، لما قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. والحديث يروى في أحداث غزوة الخندق وما أصابهم من الجوع الشديد، وإن صحح إسناده أو حسنه بعض أهل العلم. فالمقصود أن الجوع أصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال جابر لما صنع الطعام بالشاتي وصاع الشعير لزوجته وأمرها أن تصنع طعاما، قال لها: إني سمعت في صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام الجوع، فأصابه الجوع. فمن أصابه الجوع في الحياة فإنه قد أصاب قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويرى الهلال والهلال والهلال، فلا يوقد في بيته نار. كم شهر هذه؟ لا شهران، هلال أول الشهر وهلال آخره وهلال أول الشهر الذي يليه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما سألها ابن أختها عروة، قالت: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. قالت: وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. واليوم ما في بيت ما فيه نار، حتى أفقر الناس بيتا يوقد النار ولو لشرب الشاهي. النار توقد لطبخ الطعام لشرب المشروب، ما يوقد نار لأنه ما في شيء أصلا توقد لأجله النار، ليس يوم ولا اثنين، شهر إلى دخول الشهر الثاني. قال: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ إيش تأكلون إذن؟ قالت رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.